إصابة وزيرة عراقية بجلطة دماغية. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. أفاد مصدر محلي اليوم الأربعاء بإصابة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق بجلطة دماغية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات. وقال المصدر إن وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو تعرضت لجلطة دماغية نقلت على إثرها إلى المستشفى. وتابع المصدر أن وضع الوزيرة الصحي غير مستقر.